السلام عليكم، معكم أخوكم علي حسين. اليوم راح نتكلم عن المميزات الجديدة في تحديث iOS 15. راح نعرف شنو المميزات الجديدة وشنو التحسينات اللي أضافتها أبل في هذا التحديث. خلينا نشوف مع بعض. أول ميزة في تحديث iOS 15، تقدر الحين تنقل أكثر من صورة في أي تطبيق أنت تبيه. مثلا حددنا هذه الصور، نسحب بهذا الشكل، بعدها نقدر ندخل على النوت، مثلا نقدر نحطها على النوت بهذه الطريقة. لاحظ راح تصير عندنا مجموعة صور في النوت، أو أنك أنت تقدر تنقلها حتى على الإيميل. إذا أنت تبي تدز إيميل وتبي أكثر من صورة، تقدر أنك أنت تحدد أكثر من صورة وتنتقل بين التطبيقات وتنقل الصور بكل سهولة. هذه أول ميزة كانت في تحديث الـ iOS 15. والميزة الجديدة اللي أضافوا لك إياها في iOS 15 أنك أنت تروح على الإعدادات وبعدين تنزل على العام وتروح آخر خيار تحت Transfer and Reset iPhone، تضغط عليها. هني تقدر تنقل معلوماتك بدون ما تحتاج إلى سعي إضافية للآي كلاود ولا حتى تحتاج إلى الكمبيوتر. تقدر تنقل المعلومات من الآيفون القديم إلى الآيفون الجديد. إذا أنت شريت آيفون 13، تبي تنقل معلوماتك من الآيفون 12 أو الآيفون 11 إلى الآيفون 13 بكل سهولة. تروح على هذا الخيار، تطق Get Started، راح يظهر لك هذا الخيار، تقول له Done، وبعدها لاحظ معاي راح يسوي البروسيسنج هذا، راح ينقل لك كل المعلومات من الآيفون القديم إلى الآيفون الجديد بكل سهولة. والميزة الثالثة في هذا التحديث اللي هي Special Audio Head Tracking. إذا أنت لابس سماعة أبل إيربودز أو الإيربودز برو، حاط السماعتين بذنك، مجرد ما أنك أنت تطالع التلفزيون، التلفزيون كان بالسنتر أو التلفزيون كان قدامك أو التليفون قدامك، مجرد ما تحرك إذنك يمين أو يسار راح يتحرك الصوت معاك على حسب حركة راسك، سواء ينتقل للسماعة اليمين أو السماعة اليسار. شلون تشغل هذه الميزة؟ تروح على الإعدادات، وبعدها تروح على إمكانية الوصول، وبعدها تروح على الإيربودز وتنزل تحت، راح يظهر لك بهذا المكان. عندك هذه الثلاث خيارات، أما أنك أنت تطفيها أو الفيديو كونتنت، مقاطع الفيديو، أو أن الأوديو والفيديو كونتنت. أنت تختار الشيء اللي أنت تبيه وكذي راح تشتغل معاك هذه الميزة. أما الميزة الرابعة اللي هي الفوكس. الفوكس هي نفسها Do Not Disturb أو عدم الإزعاج. تقدر أنك أنت تروح لها من خلال الكنترول سنتر بخلال هذا المكان أو عن طريق الإعدادات بهذا الخيار. طبعا حسنوا من أداء هذه الميزة، ضافوا لك أكثر من خيار، عندك السليب مود، عندك البيرسونال، الورك، وتقدر أيضا تضيف الخيارات اللي أنت تبيها وتعدل عليها مثل ما أنت تبي. إذا أنت بالنادي، إذا أنت قاعد تلعب جيمز، إذا أنت مثلا بوضعية الريلاكس أو الراحة أو أثناء القراءة، أو إذا أنت قاعد تسوق السيارة وما تبي أحد يزعجك، تقدر أنك أنت تختار الخيار اللي أنت تبيه وتعدل عليه مثل ما أنت تحب. على سبيل المثال نروح على السليب ونشغل هذه الميزة. تقدر تروح على الأبس، تقدر تقول له أبي الإشعارات توصلني من هذه التطبيقات. على سبيل المثال نختار الرسائل، نروح على المسجز، نقول له دن، وتروح على البيبل، الأشخاص اللي أنت تبيهم يرسلوا لك الرسائل وتظهر لك إذا أنت مشغل هذه الوضعية. تختار الأشخاص اللي أنت تبيهم أو من خلال الفيفوريتس أو الأشخاص اللي أنت حاطهم بالمفضلة بالاتصال عندك. وتقدر أيضا تضيف الأشخاص اللي أنت تبيهم، تختار الشخص اللي أنت تبيه أيضا من خلال هذا المكان، وتقدر أيضا أنك أنت تشغل هذه الميزة اللي هي Share Focus Status، تظهر لك الإشعارات بهذه الطريقة. إذا أنت شغلت هذه الميزة وشخص راسلك، راح يظهر له أن أنت مشغل ميزة الفوكس، على أساس هو يعرف إذا أنت مثلا الحين نايم أو أنت بالنادي أو أنت قاعد تدرس أو تشتغل، فراح يظهر له بهذا المكان. إذا أرسل لك مسج راح يظهر له أن أنت مشغل هذه الميزة. وعندك الهوم سكرين، تقدر أنك أنت تخلي الإشعارات ما توصلك على الهوم سكرين، وتقدر أنك أنت تختار الهوم سكرين أبليكيشنز، التطبيقات على الهوم سكرين تختارها، تقدر أنك أنت تخفي كل هذه التطبيقات. إذا أنت شغلت هذه الميزة لاحظ راح تختفي معاك التطبيقات، وإذا أنت رجعتهم مرة ثانية أدت، تقدر أنك أنت ترجعهم وراح يظهرون لك مرة ثانية التطبيقات بهذا المكان. هذه كانت بخصوص ميزة الفوكس. والميزة الخامسة اللي هي Notification Summary أو ملخص الإشعارات. تروح على الإعدادات، وبعدها تروح على الإشعارات، وتروح على أول خيار Schedule Summary، وتفعل هذه الميزة. راح يقول لك أنت عندك السمري الأول راح يكون من الساعة 8 الصبح،
والسمري الثاني أو الملخص الثاني راح يكون عندك من الساعة 6 مساء. راح يعطيك كل التطبيقات اللي أنت تبيها أو تختار التطبيق اللي أنت تبيه. على سبيل المثال أنا مختار الرسائل، مفعل هذه الميزة أو A to Z، يظهر لك التطبيقات بهذا الشكل، فأنت تختار التطبيق اللي تبيه، يعطيك ملخص إشعارات هذا التطبيق. فأنا راح أشغل هذه الميزة، يقول لي الساعة 8 الصبح أن ملخص إشعارات الرسائل وصلت لك بهذا الشكل أو هذه الأشياء اللي وصلت لك، والساعة 6 مساء أيضا راح يعطيني ملخص عن هذه الإشعارات في هذا التطبيق. هذه كانت ميزة. وأيضا عندنا ميزة السكرين شيرينج. إذا أنت رحت على هذه الميزة، ميزة السكرين شيرينج، إذا أنت فعلتها قبل، إذا أنت مسوي ميرر بين التليفون وبين الأبل تي في على التلفزيون، ما تظهر لك الإشعارات على التلفزيون. إذا أنت شغلت هذه الميزة الحين، إذا أنت قاعد تشغل مثلا التليفون على التلفزيون، فراح تظهر لك الإشعارات على شاشة التلفزيون من خلال الميرر اللي أنت مسويه عن طريق الأبل تي في. فإذا أنت ما تبي تحرج نفسك، عندك ربعك حوالينك ما تبيهم يشوفون هذه الإشعارات أو إشعارات الرسائل، تسكر هذه الميزة. لكن إذا أنت قاعد بروحك وتبي تشوف الإشعارات، تشغل هذه الميزة وتشغل الميرر وتستمتع بالإشعارات وتوصلك على شاشة التلفزيون. وأيضا عندنا ميزة التحكم في كل تطبيق على حدة أو Per App Settings. تروح على الإعدادات وتروح على إمكانية الوصول، وبعدها تنزل آخر خيار تحت Per App Settings، وتضيف التطبيق اللي أنت تبيه. على سبيل المثال إنستغرام، نضيف الإنستغرام وتدخل عليه. لاحظ راح يعطيك كل هذه الخيارات، تقدر تتحكم في التطبيق بروحه. مثلا الإنستغرام نقول أنا بي البول تكست اللي هو الخط العريض، نشغل هذه الميزة، ونقول أنا بي لارج تكست، نكبر الخط بهذا الشكل. لاحظ التليفون راح يكون في وضع الطبيعي، لكن فقط إذا دخلنا على تطبيق الإنستغرام. لاحظ تدخل على تطبيق الإنستغرام، غير لك الخط فقط في تطبيق الإنستغرام، سوالك يا خط عريض وكبر لك الخط. فتقدر أنك أنت تتحكم في هذه التطبيقات على حدة. مثلا تقدر تضيف مثلا تويتر أيضا، وتقدر أنك أنت تتحكم بتويتر وتتحكم بالخط والتطبيق فقط، ما يتحكم لك بالتليفون كله، وما راح يغير لك خطوط التليفون أو يغير لك أي إعداد بالتليفون، فقط التطبيق بروحه. إذا ما تبي تمسح التطبيقات هذه. هذه شغلة. الشغلة الثانية عندنا اللي هي النوتيفيكيشن سنتر. إذا سحبته راح يكون عندك هذا الخيار. شنو ميزة هذا الخيار؟ إذا أنت مثلا على السفاري وداخل على هذه الصفحة أو هذا الموقع والخط عندك صغير، تبي تكبر الخط فقط في هذا التطبيق، تسحب الكنترول سنتر وتروح على هذا الخيار وتضغط عليه. لاحظ راح يقول لك تحكم بالخط، تقدر أنك أنت تكبر الخط وتزغره. تقدر تتحكم فقط في التطبيق هذا أو تتحكم في كل التطبيقات. إذا رحت كل التطبيقات تقدر تتحكم بهذا الشكل، أو أن إحنا نبي فقط على تطبيق السفاري. مجرد ما تطلع من هذا الخيار وتروح على السفاري وتسوي ريفرش، لاحظ كبر لك الخط بهذا الشكل. وكذي تقدر أنك أنت تقرأ الخطوط الصغيرة وتتحكم بالخطوط الصغيرة في المواقع وما تعب النظر عندك. إذا أنت بترجع مرة ثانية تسحب الكنترول سنتر وتروح على هذه الخيارات وترجع إلى الديفولت وتسوي ريفرش ويرجع الخط إلى وضعه الطبيعي. طبعا الحين في مشكلة في هذا التحديث، فما قاعد تتغير معنا الخطوط. مجرد ما تطلع من التطبيق وترد تدش السفاري مرة ثانية، لاحظ رجع إلى وضعه الطبيعي. بعد التحديث القادم إن شاء الله راح تنحل هذه المشكلة وتكون الأمور طبيعية. مجرد ما أنك أنت تغير من هذا المكان راح يتغير معاك الخط على طول. وإذا أي واحد من هذه الخيارات مو موجودة عندك في الكنترول سنتر أو مركز التحكم، عشان تضيفها عندك تروح على الإعدادات وبعدها تروح على الكنترول سنتر وتضيف هذه الخيارات من هذه القائمة. تشوف الخيار اللي أنت تبيه وتضيفه عندك في هذه القائمة. وأيضا في هذا التحديث صار في تحسين على ميزة التعرف على الأصوات. تروح على الإعدادات وتروح على إمكانية الوصول، وبعدها تروح على الساوند ريكوجنيشن أو التعرف على الأصوات وتشغل هذه الميزة. بعدها راح يعطيك هذا الخيار، تضغط عليه. تقدر أنك أنت تختار التعرف على الصوت حسب الشيء اللي أنت تبيه. قبل كان يشغل لك على كل هذه الأصوات، وكان أحيانا يزعجك إذا أنت تبي مثلا ما يتعرف على أصوات معينة، تبي شيء واحد يتعرف عليه. تقدر أنك أنت تشغل هذه الميزة حسب الشيء اللي أنت تبيه. مثلا احنا اخترنا طرق الباب. إذا أنت شغلت هذه الميزة الحين، أي واحد يطق عليك الباب هو أوتوماتيكياً الجهاز راح يتعرف على الصوت. لاحظ
لاحظ تعرف على الصوت. وثامن ميزة في هذا التحديث اللي هو صوت الخلفية أو الأوديو فيجوال. تروح على الإعدادات وتروح على إمكانية الوصول وبعدها تروح على الأوديو فيجوال. هذا إذا أنت مثلا قاعد تدرس أو قاعد في وضعية الريلاكس وتبي تشغل مثلا أصوات طبيعية، تبي تشغل صوت المطر أو صوت الشلال أو تبي أصوات طبيعية، تروح على الباكراوند ساوند وبعدها تشغل هذه الميزة. لاحظ راح يعطيك صوت المطر وتقدر تغير بينهم، هذا صوت المحيط، هذا صوت الشلال. طبعا تقدر تعلي وتقصر عليه من هذا المكان، وتقدر تشغل هذا الخيار إذا أنت مشغل مقطع موسيقي على سبيل المثال. خلينا نشوف، لاحظ إذا أنت مشغل موسيقى أو مشغل أغنية معينة فبتشغل هذا المؤثر، تقدر أنك أنت تشغله مع الموسيقى. إذا كان هذا الخيار مفتوح عندك فأنت خل هذا الخيار مفتوح. هني إذا أنت شغلت هذه الميزة، إذا أنت مثلا كان الصوت شغال معاك طفيت الشاشة راح يوقف معاك هذا المؤثر. إذا أنت خليت هذا الخيار مسكر وطفيت الشاشة راح يظل المؤثر شغال معاك. فهذه ميزة حلوة أيضا أضافوها في هذا التحديث. وأيضا الميزة هذه لها اختصار في الكنترول سنتر، مجرد ما تسحب الكنترول سنتر بهذا الشكل راح يظهر لك الاختصار بهذا الشكل. مجرد ما تضغط عليه راح يفتح لك هذا الخيار، تقول له on، راح يشغل لك المؤثر الصوتي، تقدر تقصر وتعلي عليه، وأيضا تقدر تغير المؤثر اللي أنت تبيه. وأيضا شركة أبل حسنت في أداء الخصوصية أو البرايفسي في هذا التحديث. تروح على الإعدادات وبعدها تروح على الأكاونت مالك وبعدها تروح على الآي كلاود. ضافوا خدمة جديدة اللي هي الآي كلاود بلس، هذا هو الخيار اللي هو برايفت ريلي، طبعا هو بيتا فيرجن، تضغط عليه. طبعا هذه الخدمة باشتراك شهري قيمته 99 سنت. شنو ممكن تحصل مع هذا الاشتراك؟ تحصل على ميزة البرايفت ريلي، وتحصل على 50 جيجا بايت ستورج في الآي كلاود، وتحصل على هايد ماي ايميل، وتحصل على الهوم كيت سيكوريتي. طبعا الهوم كيت سيكوريتي اذا انت موصل كاميرات على الهوم كيت يعطيك حماية حق الكاميرات بحيث انه ما حد يقدر يوصل حق الاي بي ادرس الخاص في الكاميرات، وايضا يعطيك ميزة الفاميلي شيرينج. حلو، اذا شغلت هذه الخدمة كذي الشركات اللي انت قاعد تدخل عليها والمواقع اللي قاعد تدخل عليها ما تقدر تتبع الاي بي ادرس مالك، وما تقدر تعرف شنو اهتماماتك وتأذيك من ناحية الاعلانات او من ناحية الايميلات، فراح تكون كل اشيائك بخصوصية وما حد يقدر يتعرف عليها، لا شركة أبل ولا شركات أو المواقع اللي أنت قاعد تدخل عليها، فكذي راح يحفظ لك الخصوصية مالتك. هذا بخصوص اشتراك البرايفت ريلي أو اشتراك الآي كلاود بلس. وعندنا أيضا ميزة الهايد ماي إيميل، إذا أنت دخلت عليها تقدر أنك أنت تخفي إيميلك عن الشركات وتراسلهم بإيميلك الرئيسي. طبعا أنا حط إيميلي الرئيسي وراسلهم بإيميلات وهمية من شركة أبل، وطبعا تقدر تمسح هذه الإيميلات أو تقدر توقف هذه الإيميلات بأي وقت. مجرد ما تضغط بهذا المكان راح يبين لك شنو أنت المواقع اللي داش فيها عن طريق هذا الإيميل الوهمي، أو شنو المواقع أو الأبليكيشنات اللي أنت قاعد تستخدمها في هذا الإيميل الوهمي، وتقدر أنك أنت تمسح أكاونتك مع هذه المواقع أو هذه التطبيقات. هذا كان بخصوص الخصوصية. خلنا نتكلم الحين عن أهم ميزة أضافتها أبل في هذا التحديث اللي هي اللايف تكست. اللايف تكست شغالة على أجهزة الآيفون 10S وصاعد، ومو شغالة على أجهزة الآيفون 10 ونازل. شنو فائدة هذه الميزة؟ إذا أنت مثلا ماشي في الشارع شفت إعلان وحاب أنك أنت تترجم الكتابة اللي فيه، أو أن تنسخ الكتابة اللي موجودة في هذا الإعلان، أو إذا أنت عندك صورة موجودة بتليفونك فيها كتابة تقدر أيضا تنسخ هذه الكتابة. خلنا نشوف مع بعض. مثلا ندخل على الصور، أنا أخذت هذه الصورة من موقع أبل. إذا أنت تبي تنسخ هذه الكتابة مجرد ما تضغط على هذا الخيار، لاحظ هذا هو الخيار موجود عندك هنا، تضغط عليه راح يحدد لك الكتابة، بعدها تقول له select all، كذي أنت حددت الكتابة كلها. بعدها تضغط ضغطة تقدر أنك أنت تترجم أو تنسخ هذه الكتابة. خلينا نقول له translate، ترجمة، لاحظ ترجم لي إياها إلى اللغة العربية. نبي نغير اللغة تقول له change language، وبعدها تروح على الأوريجينال. أوريجينال اللي هي اللغة الأساسية اللي موجودة في الصورة، شنو هي؟ نقول له اللغة الإنجليزية. ترانزليت، ترجمة إلى اللغة العربية، وقول له done.
لاحظ ترجم لي إياها إلى اللغة العربية. هذا بخصوص الصورة أو أي صورة موجودة في موقع أو الصور اللي موجودة بتليفونك. الحين خلينا نشوف شلون نستفيد من هذه الميزة إذا عندنا مثلا فقرة موجودة بكتاب. نروح على الكاميرا، بعدها تروح على الفقرة وتضغط أيضا هذا الخيار، لاحظ حدد لي الكتابة، لاحظ هذه هي الكتابة اللي موجودة في الكتاب، وراح يعطيك هذا الشريط اللي فوق يقول لك تبي تنسخ تحديد الكل تبي ترجمة. نقول له احنا مثلا بنترجم هذه الكتابة، لاحظ ترجم لنا الكتابة اللي موجودة بالفقرة. انزين، نبي ننسخ هذه الفقرة او احنا ما نبي ننسخ هذه الفقرة، خلينا نشوف شلون نستفيد من هذه الميزة بشكل اكبر. نوخر هذا الكتاب شوي، لاحظ مثلا نستفيد من اكثر من ميزة موجودة في هذا التحديث. نروح على الصور، مثلا انا بسوي فقرة عن الايفون او بكتب تقرير عن الايفون، اضغط على الصورة ضغطة مطولة، بعدها اطلع واروح على النوت، احط الصورة بهذا الشكل. استفدنا من ميزة نقل الصور بين التطبيقات، وبعدها اضغط ضغطة هني وارد اضغط ضغطة مرة ثانية، لاحظ راح يعطينا هذا الخيار، لاحظ اللي هو نفس الخيار مال التكست. مجرد ما اضغط عليه راح يفتح لي الكاميرا، لاحظ هني عندي تطبيق النوت وهني عندي تطبيق الكاميرا اشتغل عندنا بنفس الوقت. اي بالفقرة هذه مثلا ابي انسخها، اقول له انسرت، وكذي ضاف لي الفقرة على الصورة، لاحظ كذي استفدت من هذه الفقرة مع الصورة في نفس الوقت. كذي انا خلصت التقرير مالي بكل سهولة. وايضا في هذا التحديث حسنت شركة ابل من تطبيق فايند ماي او خدمة العثور على التليفون. قبل اذا تليفونك ضاع او احد باك تليفونك وطف التليفون ما في انترنت ما تقدر تتبعه من خلال تطبيق فايند ماي، لكن الحين حتى لو جهازك طافي تقدر انك انت تتبعه. لاحظ لو الشخص باك تليفونك وحاول انه يطفيه راح يعطيه هذه الرسالة يقول له الشخص راح يقدر يتبعك حتى لو الجهاز طافي. لنفرض ان الشخص حاول انه يطفي هذه الميزة ويبي يضغط turn off، راح يعطيه اللي هو الرقم السري الخاص بالتليفون، اذا ما يعرفه ما يقدر يطفي هذه الميزة. وايضا في هذا التحديث عدلوا على تطبيق الكاميرا. اذا انت في وضع التصوير الفوتوغرافي وما تبي ميزة التصوير ليلي تبي توقفها بشكل دائم، تقدر من خلال اعدادات الكاميرا توقف هذه الميزة. وايضا اضافوا ميزة بتصوير الفيديو، نفس تصوير الفيديو اللي موجود في مواقع التواصل الاجتماعي مثل السناب شات والانستغرام ستوري. مجرد ما تضغط ضغطة مطولة على التسجيل كذي راح يسجل معاك، تسحب صبعك بهذا الشكل راح يسوي زوم ان وزوم اوت بهذا الشكل. فكذي تقدر انك انت تصور كأنك تصور في مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد ما تشيل صبعك كذي راح توقف التسجيل، او اذا بتسجل بشكل دائم تضغط ضغطة كذي راح يسجل معاك بشكل مستمر. من الأشياء الجديدة اللي أضافتها أبل في هذا التحديث، تروح على الإعدادات، تروح على البرايفسي أو الخصوصية، تروح على التراكينج، هذه موجودة في التحديث السابق، في ناس وايد مطفين هذه الميزة، إذا أنت مشغلها سامح للتطبيقات أنها تتبعك عشان تعرف اهتماماتك وتعطيك إعلانات مقابل اهتماماتك. إذا أنت مفعل هذه الميزة وتبي تعرف شنو الشركات سجلت عليك أو شنو الحركات اللي أنت تتبعتها الشركات عليك، تنزل تحت آخر خيار اللي هو Record App Activity، تضغط عليها وتضغط هذه الميزة تفعلها، كذي راح يسجل لك التليفون 7 أيام من حركة التطبيقات، شنو سجلت عليك من حيث الميكروفون، من حيث اللوكيشن المواقع مالتك، وراح يقول لك شنو الأشياء اللي أنت تتبعتها عليك هذه الشركات. تقدر أنك أنت تسيفها بتليفونك وتقراها أو تشوفها، أو تقدر ترسلها حق أي شخص وتستشيره، مثلا تقول له هذه الشركات قاعدة تتبع هالمعلومات مني فش رايك، يقول لك هو مثلا طف هذه الميزة أو شغلها، أو أنت تعرف شنو الشركات تتبعت عليك سواء من حيث اللوكيشن أو من حيث الميكروفون. وأيضا في هذا التحديث صار في تحسين كبير على تطبيق السفاري، صار الحين تطبيق السفاري مشابه أكثر لتطبيق السفاري الموجود على كمبيوترات الماك. لاحظ معاي هذه هي صفحة البدء، إذا أنت نزلت تحت ورحت على أدت أو تعديل تقدر أنك أنت تعدل القوائم اللي موجودة في هذا التطبيق، مثلا قائمة المفضلة تقدر أنك أنت تشيلها وتضيفها، المواقع الأخيرة اللي زرتها مثلا اقتراحات سري تقدر أنك أنت تشيلها وتضيفها، وعندك هذا الخيار.
صفحة البدء تبيها تكون كلها مشابهة لنفس صفحة البدء اللي موجودة على الآيفون، مثلاً على كمبيوترات الماك، على الآيباد. تشغل هذه الميزة، فأي تعديل أنت تسويه هنا راح يتغير عندك على أجهزتك الثانية، على كمبيوتر الماك أو على الآيباد. وأيضاً تقدر أنك أنت تحط خلفيات لتطبيق السفاري، وتقدر أنك أنت تجيب الصور من ألبوم الصور. لاحظ معي عندك هني share with you، تقدر انك انت تشوف شنو الروابط او الصور اللي انت شاركتها مع اصدقائك او مع اهلك. على سبيل المثال عندنا هذا الرابط او هذه الصورة انا شاركتها مع اخوي، تقدر انك انت ترجع لها وتشوفها. وايضا عندك هني قوائم المفضلة، وشريط البحث صار الحين في الاسفل، قبل كان موجود في الاعلى، الحين سهل انك انت توصله، صار في الاسفل. وتقدر ايضا من خلال الاعدادات تقدر تغير مكان شريط البحث، تقدر تجيبه في الاعلى مرة ثانية، راح نشوف بعد شوي. صار عندك الحين ميزة البحث عن طريق الصوت، لاحظ apple.com راح يدخلك على الموقع مباشرة. وأيضا صار في تحسينات على التابس، صارت بهذا الشكل، صارت بشكل وايد أفضل وايد أحلى. وأيضا عشان تتنقل بين التابس أو بين الصفحات، مجرد ما تسحب بهذا الشكل راح تقدر أنك أنت تتنقل بين الصفحات بكل سهولة. عشان تغير مكان شريط البحث تروح على الإعدادات، وتروح على سفاري، تنزل شوي تحت تابس، لاحظ تضغط على هذا الخيار، ترجع على سفاري مرة ثانية، صار شريط البحث موجود عندك في الأعلى. فتقدر انك انت تغيره، تخليه بالأعلى او تخليه في الأسفل. انا اشوف انه هو بالأسفل، سهل انك انت توصل له. هذا هو كل شيء بخصوص تحديث الـ iOS 15. اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والتعليق، وتشارك الفيديو مع اصدقائك. أتمنى نشوفكم في فيديو شرح ثاني. أنا أخوكم الحسين، في أمان الله.